وفي ناس تقول لك ما يقع على الشاطر. صدقهمش. الناس دي بس مش فاهمه. الشاطر مش اللي يقع. الشاطر اللي لما يقع يعرف يقوم تاني. فاهمني يا حربي؟ الشطارة انك لما تقع تعرف تقف تاني على رجليك. وعلى فكرة مش مهم انك تتصرف صح او غلط. المهم انك توصل لهدفك. الهدف اللي انت محدده. بأي طريقة بقى مش مهم. خد وقتك، مستعجلش. عشان اللي بيستعجل بيتكعبل. خد وقتك. فكر وخطط ودبر برواقة. ولما توصل للحظة المناسبة استعجل. أهم حاجة بقى إنك تفكر في نفسك. لأن مفيش حد في الدنيا دي هيدور عليك ولا على مصلحتك إلا واحد بس. أنت يا حلو. فكر في نفسك وبس. ساعتها هتقدر توصل للي انت عايزه ومحدش في الدنيا دي هيقف قدامك. حرب النار. أنا حرب المهدي ابو العينين يا باشا. شكرا يا شويش سامي. يا حربي هديت وعقلت وهتحكي لي على اللي حصل ليله اول امبارح ولا لسه عايز تتروق تاني؟ يا باشا انا من ساعه ما خرجت بالسجن وانا في حالي وماشي جنب الحيط. وخناقتك مع قبضايا ورجالته؟ يا باشا والله العظيم انا ما اتخانقت مع حد. انا كنت راجع امبارح في امانه الله لا بيا ولا عليا. فجأة ولقيت الجدع اللي اسمه قبضايا ده اللي شغال عند المعلمة انشراح كان اللي في الضلمة هو رجالته وغفلوني. قمت انا بقى قصرت الشر وهربت منهم وجريت ونطيت في عربية الواد زين وبعدت عن الحتة خالص. يا باشا ابقى انا غلطت في ايه؟ والاتنين اللي ضربتهم يالا هما اللي هجموا عليا بالسنج والمطاوي وكانوا عايزين يدشملوني خالص وانا يا دوبك كنت بدافع عن نفسي. يعني انت عايز تفهمني إن سبب الخناقة قبضايا ورجالته وإنت بقى البريء الضحية المظلوم؟ ها؟ سعادتك سألت وأنا حكيت لك اللي حصل. ولا أنا ما باكلش من الكلام ده. قطع من جسمي بالحتة يا باشا، ما عنديش أي حاجة تانية أقولها لأن هو ده اللي حصل. وبعدين سعادتك يعني لو مش عايز أي قلق في المنطقة خلي الجدع اللي اسمه قبضايا ده يبعد عني خالص وفهمه إن أنا خلاص خدت جزائي وخليه يشيلني من دماغه. وبعد كده يا باشا لو صدر مني أي شيء إعمل فيه اللي إنت عايزه. يعني انت حجتك دلوقتي قبضايا؟ قول لك نظر يا باشا. ماشي يا حربي انا هقصر قبضايا عنك وحسيبك تروح كمان يا حبيبي. بس خلي بالك اللي حصل لك امبارح كان مجرد قرصة ودن. فاهم يالا؟ ممكن اسألك سؤال بسيط يا باشا؟ عايز تسأل تقول ايه؟ انا عايز افهم حاجة واحدة بس، انت بتعمل معايا كده ليه؟ امشي يالا من قدامي. بس خلي بالك انا عيني هتبقى عليك كل لحظه ومش هغفل عنك ثانيه واحده. اي غلطه هتعملها في المنطقه يا حربي ابواب الاذى واسعه قوي. تأمرني بحاجه تانية يا باشا؟ غور يالا من قدامي. بالإذن يا باشا، بالإذن. يا شاويش ده احنا هنخش نطمن عليه ونديله الحاجة دي في السريع السريع كده. ايه ده؟ ده عيش وحلاوة وعلبة سجاير. الله يخليك يا شاويش عشان ادعيلك. ده الواد بركة، ده بركة بجد ودعاء مستجاب. جرب بس. قلت لك الزلمة ممنوع خد الحاجات دي سلموها في الأمانات. زين زين حربة حربة. ادعي على السلامة يا حربي، ادعي على السلامة يا صاحبي. كفارة يا صاحبي. بقول لك ايه؟ خد ده أكل وسجاير.
تفضل ساكت كده كتير ولا ايه؟ فك بقى يا عم، كله بيعدي. اتبهدلت وتهنت قوي يا زين، صعبت عليا نفسي قوي. عاش ولا كان اللي بهدلك يا صاحبي؟ انا مش عارف الجدع اللي اسمه اكرم ده حاططني في دماغه ليه، لكن وديني وايماني اللي قرب مني تاني لكن ذبح. لا في عرضك يا عم حربي، انت لسه خارج من السجن وبقول عليك عاقل وتقيل وبص لبكره. انسى صاحبي، ارمي ورا ظهرك. وبعدين يلا دقت على راس طبول. على رايك يا زين، لازم نستحمل يا حربي لحد الكيكه ما تبقى في العالي والدنيا تلعب. ولا انت هتنسى كلامك ولا ايه؟ بس وحياتك عندي يا زين، وحياتك عندي. لما الكيكه تطلع في العالي لاخد حقي تالت ومتلت من كل اللي داسلي على طرف. قول يا باسط. اه على فكره المعلمه انصراح كانت عايزه تيجي معايا تضمنك، بس انا قلت لها افوت على اذن اشوف النظام الاول. لا يبقى واجب بقى نعدي نشكرها. ما كنت اتفهمت معاها احسن يا برسيسة. وانت شايفني بقول شكل للبيع يعني وبجمع المشاكل في حصاله؟ ما هو اللي واكل حقي ومش عايز يرد عليا، والكلام مش رايح جاي. اصبري بس شويه يا معلمه، وعلى راي المثل تبات نار تصبح على خير. لا واللي يصبر ينول يا ولا، طلع منديل من جيبك عشان اعيط على كتافك. هو انا كنت بعلف فيك انت ورجالتك عشان اسمع منك البقيل ما لهمش لازمه دول؟ يا معلمه انا راجلك وكلمتك سيف على رقبتي. يبقى تقف لرشوان بيه وتوريه ان انا ورايا رجاله وان انا حقي ما يتاكلش. شاوري بصابع رجلك الصغير وشوف انا اعمل ايه. بس انا رايي يعني ان انت تهدي اللعب وتشوفي مصلحتك. احنا مش قد رشوان بيه ولا رجاله رشوان بيه. بذمتك مش مكسوف من نفسك وانت بتكلمني الكلام دوت؟ مش مكسوف من صباح نفسك؟ صباح الفل على احلى معلمه فيك يا مصر. برافو عليك يا واد يا زين، عرفت تطلعه اهو. ايه اللي عمل في وشك شوارع كده؟ الحقيقه معلمه اصلي وحشتهم شويه فكانوا بيحتفلوا بيا. اه ده انت شكلك كنت نجم الحفله. والله يا معلم كانت ناقصاك، والحقيقه كرموني اخر كرم. ربنا يزيدك. احنا والسامعين اجمعين يا معلم. بقول لك يا زين، ما كنت تشيله مرابعه توديه لقصر العيني. ما تصطبح بقى يا بضايا وتقول يا صبح الله، الحكايه مش ناقصاك انت راخر. وبعدين يا بضايا انا مش جاي لك اصلا، رجعت شكر للمعلمه لما عرفت انها كانت ناويه تضمني في الاسم. انا عمري ابدا يا حربي ما اسيب الرجاله اللي بيشتغلوا معايا. وعشان كده يا معلمه كلنا مستعدين نخدمك بعينينا. طب روح ريح كده وخد لك اربع ايام وتعالى لي اليوم الخامس عشان نتكلم. لا يا معلمه اريح، ده ايه؟ انا قلت بس افوت اتشكر لك الاول قبل ما انزل انا وزين والواد بركه عشان نلم غله النهارده. وانت هتعرف تشتغل كده النهارده؟ مفيش عليها يا معلمه، انا حديد. المهم بس ولاد الحرام يسيبونا في حالنا ويبعدوا عننا. طب يلا شدوا حيلكم وانزلوا الشغل وارجعوا لي بحاجه حلوه اخر النهار. ماشي يا معلمه بالاذن. سلام يا معلم ابو ضايع. غلط، اكبر غلط يا معلمه، عشان تركبي شويه عيال هتيه زي دول على كتافنا ويدلدلوا رجليهم. انت اللي عملت الغلط بايديك، وانت اللي ركبتهم على كتافك يوم ما عملتها معاهم اول امبارح وخبت. يا معلمه يا معلمه ما يصحش، العيال دول لو اشتغلوا معانا هيشبهونا. على اساس انك كنت بتكمل علامك في لندن وجاي تستجم يا ولا في مصر؟ شوف شغلك، خليك في نفسك وركز في مصلحتك، مالكش دعوه بغيرك. يلا هادي عشان نجيب منك لو راس البر قفلت، هنولع في الوكاله.